في لقاء متجدد معكم بعد غياب طويل في برنامجكم الإسلام والحياة. هذا البرنامج يبث على الهواء مباشرة من قناة ليبيا الفضائية، وكما يعلم الكثير هذا البرنامج تم إيقافه يوم 1/1/2010، وكان هذا البرنامج بفضل الله سبحانه وتعالى يقدم المفاهيم الصحيحة والمواضيع الحياتية التي كانت تخص الناس دون قيود أو دون خوف من عواقب التي كنا نخشاها في فترة ما، لكن كانت نتيجة أن قفل البرنامج، وها هو اليوم يعود ويولد ولادة جديدة غير تلك الولادة في مناخ من الحرية ومناخ من النصر ومناخ من الفضل والعطاء والمنة، فلله الفضل والمنة. ولازلنا في هذا البرنامج بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغرياني، وهو غني عن التعريف، رئيس المجلس الأعلى للإفتاء، وله بصماته وفتاواه، فجزاه الله خيرا. أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ في هذا البرنامج الإسلام والحياة. مرحبا بك فضيلة الشيخ. يا مرحبا دكتور أسامة، أهلا وسهلا، الله يحييك. حياك الله، وبعد غيابها قد عدنا والحمد لله رب العالمين، والعود أحمد. الحمد لله، لله الحمد والفضل. ثلاثمائة وأربعين 17 36 021 340 17 06. أسئلتكم واستفساراتكم مقترحاتكم، ونحن نعيش هذه الأيام ما بعد سقوط القذافي ونهاية القذافي وبناء الدولة والمرحلة القادمة، فيها تحديات لكنها ليست صعبة على توجيه أهل العلم للناس فيما يجب عليهم فيما يستقبل من أيام. دكتور، نبدأ على بركة الله في محاور هذه الحلقة، ولا شك أن محاور يعني في متطلبات المرحلة فيما بعد التحرير، ودعني يعني أقسم هذه المحاور إلى 3 فروع، يعني متطلبات المرحلة ما بعد التحرير، ما الواجب على الناس، وما هو ما هي نصيحتكم للمجلس الانتقالي، وما الواجب على الثوار في تسليم السلاح. فلنبدأ فضيلة الدكتور أن المرحلة أو مرحلة ما بعد التحرير، ما هو المطلوب من الناس عقب هذا التحرير وهذا الفضل الذي من الله به علينا، ما هو الواجب على كل ليبي على كل مسلم بعدما من الله علينا وتخلصنا من هذا الطاغية، حتى يشعر كل إنسان أنه مسؤول على الثغر الذي أناط به. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني أحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه المرحلة، مرحلة ما بعد التحرير، لا تقل أهمية عن المرحلة السابقة، مرحلة حمل السلاح، وتحتاج منا جميعا إلى تكاتف جهود وإلى وقفة واحدة وإلى الإحساس بالمسؤولية، بحيث نجتاز هذه المرحلة بنجاح. عندي 3 طلبات أرجو أن تسمع. الطلب الأول موجه إلى عامة الشعب الليبي، والطلب الثاني موجه إلى المجلس الوطني الانتقالي، والطلب الثالث موجه إلى الثوار الذين حملوا السلاح. أما الطلب الأول متعلق بعامة الشعب الليبي، فإني أقول لهم الله تبارك وتعالى
نصر هذه الثورة ونصر هذا الشعب بعد أن أخذ بالأسباب المطلوبة للنصر، وعلى رأس هذه الأسباب التوكل على الله والاستعانة به وجمع الكلمة ووحدة الصف وتكاثف الجهود. هذه الأشياء الأربعة، التوكل على الله وجمع الكلمة وما بعدها، كل هذه الأشياء الآن لازلنا في أمس الحاجة إليها. الله عز وجل نصرنا عندما كنا عزلا من السلاح وقلة في العدد، لكننا عندما توكلنا عليه وتكلمنا بصوت واحد كلنا خلف المجلس الوطني الانتقالي ألان الله لنا القلوب، قلوب الأعداء وقلوب الأصدقاء. كل الدول لم تجد أي دولة لنفسها مبررا بأن تختلف عن نصرتنا، لأن جميع الشعب الليبي كله تكلم بصوت واحد خلف المجلس الوطني الانتقالي، فوقف معنا الأصدقاء وعلى رأسهم قطر ودول الخليج والدول العربية، وكذلك غير العرب، مجلس الأمن، حتى الدول التي لا تريد نصرتنا أسكتها الله تبارك وتعالى عندما كان كلامها يضر، وعندما صار كلامها لا ينفع أطلق الله لسانها. هذا يبين لنا أن الأمر كله بيد الله، الأرض كلها في قبضته، والملك ملكه، ويفعل في ملكه ما يريد، وينصر ما يريد، ويعز من يريد، ويذل من يريد. هذا أمر لا بد أن نعتقد اعتقادا راسخا جازما. وبناء عليه فإني أطلب من الناس الآن بعد أن من الله عليهم بهذه النعمة، عليهم أن يقيدوا هذه النعمة بالشكر، لأن نعم الله عز وجل تزيد بالطاعات وتكبر ويبارك فيها وترفع بالمعاصي ويذل أهلها بالمعاصي، وذلك واضح في كتاب الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة. فإنه مع الشكر يبسط الله لنا النعمة ويمدنا بالرزق ويمدنا بخيرات الأرض وبركات السماء، كل ذلك واضح في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. يعني نأمن بعد أن كنا خائفين إذا أطعنا الله عز وجل وعملنا الصالحات. ويقول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تبارك وتعالى عن بني إسرائيل: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إلى آخر الآية. ويقول تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ويقول تبارك وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا كله يبين لنا أننا إذا استقمنا وأطعنا الله عز وجل وحرصنا على طاعته وعلى عدم مخالفته وعلى عدم محادته ومحادة شرعه، فإن الله يمكن لنا ويبدل خوفنا أمنا ويبسط لنا في الرزق. وإن نحن خالفنا وعصينا وتحدينا الله عز وجل، فإن الله كما أعزنا في الماضي قادر على أن يذلنا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. وعليه
فالذي أريده الآن من عامة الناس أن يلتزموا بشرع الله ويلتزموا بحدود الله، فلا يكون الاحتفاء بالنصر بمعاصي الله عز وجل بإطلاق الرصاص في الهواء وحصد نفوس الأبرياء من الصغار والكبار وترويع الآمنين، فهذا من كفران النعمة وليس من شكر النعمة. الله عز وجل علمنا كيف نعبر عن فرحتنا في الأعياد، يقول الله تبارك علمنا ذلك بذكر الله، يقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ويقول تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، يعني عندما يأتيك الرزق تشكر الله عز وجل بالذكر، ويذكرنا بأنه عند النعمة وعند الهداية يأمرنا أيضا بذكر الله ليذكر الله على ما هداهم. فكل آيات القرآن تبين لنا أن الفرح لا يكون بالمعاصي بل يكون بشكر الله ويكون بإعلان الطاعة له والاستقامة له. وقد عبر الأخ المستشار مصطفى عبد الجليل في يوم النصر ويوم التحرير عبر عن الفرحة، وأرجو أن يكون هذا تعبير سائر الليبيين، عبر عن ذلك بإلغاء الربا من المصارف، وهذا من شكر النعمة وهذا أمر محمود يذكر له. وكذلك عبر عن الفرحة أيضا بطاعة أخرى لله عز وجل، وذكر أن كل قانون يخالف الشريعة الإسلامية فهو باطل. هذا أيضا ينبغي لكل ليبي أن يشكر الله عز وجل بهذه الطريقة، يقترب من الله، يبتعد من المعاصي، يفر من الشيطان، يفر من المخالفات الشرعية. أما أن يبقى الناس يخرجون ويرقصون ويغنون في الشوارع بدلا كانوا يعبرون في عند الأزمة، كانوا يعبرون عن حاجتهم إلى الله عز وجل بالتكبير والتهليل والتحميل، وعندما جاءهم النصر تحولت طاعتهم وذكرهم لله عز وجل إلى رقص وغناء واختلاط بين الرجال والنساء، فاستوردوا ما كان في باب العزيزية وكان سببا في هلاك الطاغية وجنده، استوردوه هم ليستعملوه وقت النصر. أقول هذا أمر غير جائز وغير مشروع. لا بأس أن نعبر عن فرحتنا بالأهازيج وبالأشعار وبالأشياء التي يعني تدخل بهجة على النفوس، لا إشكال في ذلك، لكن أن نعبر عنه بالمنظومات والغناء الفاضح والرقص رجال ونساء، فهذا أمر لا يقره شرع ولا تقره أعرافنا، ولا نريد أن نراه. المعاصي قد يرتكبها الإنسان في خاصة نفسه، ليس هناك مجتمع معصوم من المعاصي، لكن لا نريد هذه المعاصي أن تنقل من الميادين على القنوات الفضائية. المجاهرة بالمعصية الله عز وجل ينتقم من أهلها عاجلا، فهذا الذي نريد أن نحذر منه. فكل ما يتعلق بسلوكنا الآن ينبغي أن نضبطه بضوابط الشرع حتى نحمي ثورتنا وحتى نحافظ على المكاسب التي حصلنا عليها. دكتور، يعني كان أفهم من كلامك واضح أن الليبي عندما تمسك بحبل الله وصدق التوبة وصدق في اللجوء إليه وصدق في التغيير في نفوسهم، أدركهم الله برحمته وعجل لهم بقصر وإزالة الطاغية. فكانك توجه رسالة ألا ينكثوا العهد الذي عاهد الله عليه بالاستقامة والتوبة والصدق اللجوء إليه وحسن الاختيار، أنهم يعلمون أن هذا الطاغية لولا قدرة الله عز وجل وقوته وهو العزيز المنتقم أما قدر عليه الشعب، أن الله سبحانه وتعالى جعل أفئدة العالم تهوي إلى هذا الشعب عندما صدق مع الله وغير ما بحال. يعني هكذا أفهم خلاصة كلامك. نعم هذا هو الكلام. نعم هذه كلمة للناس أن يحسنوا علاقتهم مع الله وأن يفرحوا فرحا مشروعا غير متلبس بالمخالفات الشرعية، فهو الذي يعز سبحانه بالطاعة والتوبة
يثل المخالفة والعصية. طيب المجلس الانتقالي الآن يعني في هذه المرحلة ما بعد تحكم، ومطلوب منا أشكركم هذه المرحلة الحساسة، ما هي الأولويات التي يعني يتطلب من المجلس الانتقالي والقائمين عليه أن يقوموا بها، لأن تزدحم عليهم أحيانا الأولويات، لا يستطيعون أحيانا يقدمون الأهم والمهم. هل من توجيه بلكم أو انتظاركم للمجلس الانتقالي الذي يجب عليه عقب التحرير؟ رسالتي رسالتي إلى المجلس الوطني الانتقالي الآن في هذه المرحلة الحرجة أن يسرعوا ويسرعوا ويسرعوا بتشكيل حكومة قوية مؤقتة تدير الأزمة في الوقت الحاضر، لأن التأخير له مضار كبيرة في هذا الوقت. البلد الآن شبه تعيش في فراغ أمني وفراغ سياسي، وهو واضح لأننا لا نرى أي أثر للحكومة في المرافق الحيوية الخدمية، سواء كان فيما يتعلق بالصحة أو بالأمن الداخلية أو بالجيش الوطني الدفاع أو فيما يتعلق بالمالية أو بالمرتبات. يعني كل الوزارات الآن كلها مغيبة، والناس يديرون أنفسهم بالمجهود الذاتي، هذا بركة من الله عز وجل أعده أيضا من تأييد الله للثورة، فإن الجهود كلها الآن تدار بجهود شخصية وتبرعات أينما ذهبت، والوعود كثيرة فيما يتعلق بمعالجة الجرحى وفيما يتعلق بالمرتبات وفيما يتعلق بكثير من نواحي الحياة، الوعود كثيرة والتنفيذ قليل، والناس يشكون شكوى كبيرة. سبب هذا هو الفراغ، ولذلك أطلب من المجلس الوطني الانتقالي على وجه السرعة أن يشكل حكومة قوية، وهذه الحكومة التي أصف بأن تكون قوية وتكون حاضرة ينبغي أن تتوفر فيها الصفات الآتية. الصفة الأولى أن تكون شخصياتها شخصيات وطنية، ليست لها خلفيات، ليست لها سوابق مع النظام السابق، أن تكون شخصيات وطنية، أن تكون شخصيات كفأة ذات خبرة عندها القدرة على أن تتعامل مع المشكلات المتجددة. الصفة الثالثة هي الأمانة والديانة، فإن الله تبارك وتعالى يقول لا ينال عهدي الظالمين، من كان مسلوب العدالة بظلم أو بتهمة في دينه أيا كانت، تاركا للصلاة، شاربا للخمر، مجاهرا بالمعاصي، لا يعطى عهدا، فإن الله عز وجل يقول لا ينال عهدي الظالمين. هذا هو شرع الله عز وجل، لأنك إذا وضعت المسؤولية في يد أمينة كان هو أحرص على مصلحتك منك، لأنه يخاف الله تبارك وتعالى. فهذه الصفات لا بد أن تتوفر. والصفة الرابعة والتي أراها أيضا في غاية الأهمية أن تختار هذه الوزارة وأعضاؤها من شخصيات مستقلة ليس لها انتماءات إلى أي اتجاه فكري. لا نريد في هذه المرحلة صراعا بين الأيديولوجيات، لا نريدها في هذا الاتجاه ولا في هذا الاتجاه، نريدها وزارة وطنية أمينة ذات دين مستقلة، ليست هي من هذا الحزب ولا من هذا الانتماء، لأننا إذا شكلناها بهذه الصورة وفرنا على أنفسنا جهدا كبيرا، واستطاعت أن تنجز في وقت قصير ما لا تستطيع أن تنجزه وزارة ذات اتجاهات تشتبك مع غيرها في مشاحنات وفي مخالفات وفي مساجلات، ما لا تنجزه تلك في مدة طويلة. ولنترك المنافسة الفكرية والأيديولوجية، نتركها إلى وقتها، وقت أن يأتي صندوق الانتخاب، فكل واحد عند ذلك الوقت
يجهز برنامجه ويعد برنامجه الوطني، ومن يثبت جدارته يختاره الشعب الليبي. هذا هو العدل وهذا هو الإنصاف الذي أرى أنه في الوقت الحاضر لا يتضرع منه أحد ولا يلوم فيه أحد. فإذا المجلس الوطني الانتقالي اختار الوزارة على هذا الأساس الواضح النير، فإن الجميع سيرضيهم ذلك، لا يلومه الإسلاميون ولا يلومه من يخالفهم ولا يلومه أي من الشعب الليبي. ونحن في المرحلة الحاضرة كما أسلفت في الماضي في أمس الحاجة إلى جمع الكلمة ووحدة الصف كما كنا في مرحلة الكفاح المسلح. الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم إن هذه الوزارة القوية التي تختار على هذه الأسس التي ذكرتها، الذي أريده منها وأريد من المجلس الوطني الانتقالي أن يشترطه عليها عند التعيين، الشفافية والشفافية والشفافية الكاملة. فإن الشعب الليبي يعني هو من المعلوم ومن المعروف أن هذه الوزارة القادمة بطبيعة الحال لن يكون في يدها معجزة تحول الحجر ذهبا، تحتاج إلى وقت والمعاناة ستستمر معها. ولكن عندما تكون لديها شفافية بحيث يطلب منها أن تخرج على الأقل كل أسبوع مرة، كل من هو مسؤول في وزارة لها علاقة بالخدمات والناس محتاجة إليها مثل الصحة، التعليم، الداخلية، المالية، الدفاع، هذه وزارات الآن هذا وقت عملها، يطلب منها على الأقل كل أسبوع أن تخرج إلى الناس وتبين لهم برنامج عملها وما هو الجهد الذي بذلته وإلى أي حد وصلت. فإن الناس إذا وضعت أمامهم الحقائق كاملة فإنهم يقدرون على الصبر وعلى الصبر على الضر كما صبروا في الماضي. أما إذا لم توضع أمامهم الحقائق وصار هناك غموض، بدأ التوجس وبدأ التهجس وبدأت الشكوك وبدأت الحرب الكلامية، ولا يستريح عندها لا حاكم ولا محكوم. فإذا الذي أريد أن أؤكده وأعيده أيضا وأرجو أن يسمعني المجلس الوطني الانتقالي، فإني أطالبه في هذا الأمر بقوة، أن يجنب الوزارة الشخصيات التي عليها خلاف بين الناس، أن يختار شخصيات وطنية ليست لها انتماءات إلى أي فكر وليست لها سوابق يختلف الناس عنها، مع الأمانة والديانة والخبرة، وأن يشترط عليها الشفافية بالخروج إلى الناس على الأقل في الوزارات المهمة، أن تخرج إلى الناس على الأقل في كل أسبوع مرة لتبين لهم ما أنجزته وما تريد أن تنجزه. الشخصية الوطنية ذات كفة والشفافية دفعا للتوبس والتخوف ودفعا لقالت في هذه الحالة. على المجلس الانتقالي أن يدرك طبيعة هذه المرحلة لا مجال فيها أيديولوجيات ولا تصريحات حتى تمر إلى قرن الأمان، ما فيما يستقبل صندوق اقتراح برفيس في هذه الأمور. طيب دكتور، أتقلك إلى شريحة قادة الحركة والذين كان لهم الفضل الله سبحانه وتعالى أن يعني توج الطاف على أيديهم هذا النصر، جزاهم الله خيرا ورحم الله الشهداء. الآن الخطاب يعني يكسر مسألة يعني جمع السلاح وتسليم السلاح والسير تجاه كفاء المظاهر العسكرية، وخاصة في العاصمة طرابلس توجس الناس هذه المظاهر. لكن هناك كلام كثير ولغط حول آلية لكيفية جمع السلاح. بعض الثوار يقول ليس هناك جهة حقيقية نطمئن إليها لجمع سلاحنا، والبعض يقول مرحلة لم تستقر بعد حتى تستقر، ونشعر أن البلد قد يعني أمنت فن السلاح.
جدل كثير حول هذه الأشياء. يعني لو كلمة للحوار أو في هذا الاتجاه أو نصيحة أكيد أو آلية تفعيل السلاح وما ينبغي عليهم هذه المرحلة. دكتور الثوار الآن الذين بذلوا حملوا أرواحهم على أكفهم وكانوا هم أسود الوغى وفرسان اللقاء وهم الذين انتزعوا لنا النصر من أولئك الظلم والطغاة والمفسدين والجبابرة والمتكبرين. كل فرد من أبناء الشعب الليبي مدين لهم، وكل فرد من الشعب الليبي من حقه أن يقبل رؤوسهم، وهم في المكانة السامية من قلوبنا. نرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل قتلاهم في الشهداء، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يشفي جرحاهم، وأن يبارك في الأحياء منهم ليحملوا الشعلة. وكما أصروا وبذلوا أنفسهم وبذلوا جهودهم في نصرة ليبيا، نرجو منهم أن يستمروا على هذا المبدأ الذي بدأوه، وهو نصرة البلد وجمع كلمة الوطن والإخلاص لله تبارك وتعالى، وأن يتخلصوا من الخيلاء ومن الفخر ومن الانتماء ومن الجهوية، فإن الأجر لا يكون كاملا إلا مع كمال الإخلاص لله، بأن يتمحض العمل كله لأجل المسلمين جميعا ولأجل الوطن، لا لأجل جهة ولا لافتخار بقبيلة ولا باسم ولا بعائلة. هذا أمر لا بد منه وينبغي أن يدركوه. وحسب تقديري أن معظمهم يدركوا هذا، ولكن دائما لا بد أن يكون في الناس يعني من يخالف. ففي هذه المرحلة المطلوب الآن، كما اجتمعت كلمتنا وقت الشدة حول الحكومة حول المجلس الوطني الانتقالي تكلمنا بصوت واحد، نأمل من الثوار جميعا أيضا الآن أن يخضعوا لأمر المجلس الوطني الانتقالي ويستجيبوا لدعوته. وينبغي للمجلس الوطني الانتقالي أن يضع آلية من خلال وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية لتسليم السلاح. هذا الذي أشرت إليه في الكلام الماضي، الفراغ. المشكلة هو الفراغ، ليس هناك وزارة داخلية قوية ولا وزارة دفاع قوية. أنا ربما بعض الناس يقول هي لا تملك، أنا أقول لا أطالبها بما لا تملك، لا أطالب هذه الوزارات بما لا قدرة لها عليه، أطالبها بأن تفعل شيء، بأن تكون في الميدان، أن تضع خطة، أن تضع آلية، أن تضع برنامجا مثلا لكل منطقة، وتعين شخص مسؤول وتقول لنا كل يوم تقدمنا في المنطقة الفلانية وأعلننا طلباتنا وتقدم إلينا 10% 5%، الناس يستجيبون الناس لا يستجيبون، من هي الأصوات المعارضة؟ حتى الناس والشعب الليبي يعرف من معه ومن ضده، لأن لا نريد أن نعيش في فوضى، لأن تبقى المسائل غامضة. هناك الآن إشاعات أن هناك بعض الثوار لا يريدون تسليم السلاح، لكن هذه قد تكون إشاعات فارغة، لا ينبغي أن تسرب إلى الناس وتطبط من عزائمهم. الناس ربما لم يجدوا آلية صحيحة يعني ذات مصداقية بحيث يلتفوا حولها ويسلمون السلاح. لكن وجهوا كلمتي إلى الثوار، إنهم إذا أرادوا رضا الله عز وجل، وإذا أرادوا الحق، وأن لا يقعوا في المخالفات الشرعية، وأن يستمروا كما بدأوا، عليهم أن يسمعوا ويطيعوا لأوامر المجلس الوطني الانتقالي، لأن هذا هو ولي الأمر الآن، ونحن لابد أن نجتمع حوله، ولا يجوز أن نتفرق، ولا يجوز أن تكون لنا اجتهادات. ثوار طرابلس باجتهاد، وطرابلس وتاجورة باجتهاد، ومصراتة باجتهاد، هذا هو الذي يفرقنا ويضيع أمرنا. وعلى الأخص الثوار الذين لهم ثقل كبير، كانوا في الانتصارات وفي المعارك الكبرى في سرت وفي بنوليد
وفي الجبل الغربي وفتح طرابلس ثوار الجبل الغربي وثوار مصراتة وجهوا الخطاب إليهم، عليهم أن ينضبطوا بضوابط وبأوامر المجلس الوطني الانتقالي، لأنهم يكونون ثقلا، وإذا هم انضموا إلى المجلس الوطني الانتقالي وسلموا أسلحتهم ونفذوا الخطط التي وضع المجلس الوطني الانتقالي، فإن كل المناطق الأخرى ستلحق بهم تبعا، لأنهم يبتلون في رأيي القوة الآن. ولا نريد أن نسمع أن بعض الثوار من الزنتان أو بعض الثوار من مصراتة يقول لا نحن لا نسلم السلاح، هذا أمر في غاية الخطورة. على من يصرح به ومن يتكلم به عليه أن يدرك أبعاده وعليه أن يدرك الخطورة التي تترتب عليه. لا نريد أن نحول بلدنا بعد هذا النصر العظيم وبعد هذه الفرحة وبعد هذه المكانة التي تبوأتها ليبيا أمام دول العالم كله شرقي وغربي، لا نريد أن نحولها بعد ذلك إلى صورة مشوهة نتقاتل فيما بيننا ونتخالف ونتصارع على الكراسي وعلى حمل السلاح. هذا أمر ينبغي ألا يفكر فيه أحد. وهناك خطورة أخرى تترتب على عدم تسليم السلاح في الوقت الحاضر، وهي ما أشار به بعض المسؤولين في وقت سابق، وهو خيار سيء جدا أن يسند الأمن إلى شركات أمنية. هذا أمر في غاية الخطورة، نرجو ألا يكون في ضمن خيارات الحكومة القادمة والحكومة الحالية، لا أرجو ألا يكون هذا ضمن أحد خياراتها، لأن الشركات الأمنية سواء كانت داخلية أو كانت خارجية، شركات أمنية خارجية، ما معناها أن تصير هذه الجماعات التي تحمل السلاح تصيرها إلى ميليشيات وتدعمها، وتشتري هذه الشركات الأمنية ضعاف النفوس ممن يحملون السلاح من أجل أن توجد لنفسها عمل وصفقات جديدة، ويبقى عملها مثل دور المخابرات في النظام السابق، يخلق الإشاعات ضد النظام ليجعل لنفسه عملا. والكل يعلم، لا يخفى على أحد ما جرته الشركات الأمنية على العراق من مآسي وفضائح وفساد لا أول له ولا آخر، فلا نريد أن نجرب ما اكتوى به غيرنا. نعم، لكن هي فكرة الشركات الأمنية ترفض من الشعب، لأنك قدك يعني جرت الويلات على العراق وأدي إلى كما ذكرت الداخلية تستخدمني في المجلس دور يعني في بطء في حراكها، هي كان الثوار من انضواء الجيش الوطني أو الانضواء وزارة من أراد أن يحمل السلاح. فكان يعني كلامك أن الثوار إذا لم يضطوا إلى الداخل السلاح عليهم أن يستخدموا السلاح في الجهات المختصة، جهة المختصة تحرك يكون من القوة المكان بحيث يمنع الثوار في وظيفتها وواجباتها. أنا أرى الآن في الوقت الحاضر إذا كانت هناك آلية لتسليم السلاح إلى وزارة الداخلية أو لوزارة الدفاع فهذا هو المتعين. إذا لم تكن هناك آلية فيجب على الثوار الآن في كل بلد أن يسلموا سلاحهم إلى المجلس العسكري، ولا أحد يحمل سلاح إلا عن طريق المجلس العسكري. في هذه الحالة عندما تتهيأ الجهة العامة في وزارة الدفاع أو في وزارة الداخلية يكون السلاح قد جمع بالفعل ويسهل تحويله إلى وزارة الدفاع، عندما يسلم الآن مثلا ثوار مصراتة أسلحتهم جميعا إلى المجلس العسكري في مصراتة، مجلس عسكري واحد فقط، ليست مجالس. في الزنتان مجلس عسكري واحد تسلم إليه جميع الأسلحة، في البريقة أو في جدابية أو في بنغازي جميع الأسلحة تسلم إلى المجلس العسكري في بنغازي. حتى عندها لما يتهيأ الأمر وتشكل وزارة قوية ويكون فيها وزارة داخلية وزارة دفاع قادرة على أن تفرض نفوذها
وينضم إليها التوار في جيش وطني أو ضمن الأمن الداخلي أو غير ذلك، يكون السلاح هو بالفعل سهل ومجتمع في مكان واحد ويسهل احتوائه. دكتور بعض الناس، دكتور بعض الناس يعني هو يقول لك نحن لا ليس في مرض تسليم حتى تستقر الدولة، لكن ممكن تقدم السلاح. ذكرت حضرتك تفعيل دور المجلس العسكري، المجالات العسكرية كل مدينة والمجلس ينظم السلاح، بمعنى أن المجلس العسكري يعلم أين السلاح بأرقام بأسمائه بفرقات، ولا تكون هناك ظاهر مسلحة شوارع ولا تحمل سلاحها في الشارع. فلما يأتي الوقت المناسب لتسليمه للبقية وأصبحت الدولة قائمة، نحن نستد تسليمه. ما رأيك في هذا؟ لا أرى أن هذا، لا أرى أن هذا عذرا يعني قائما وله سبب حقيقي. ادعاء الناس أن الآن الأمن لا يزال غير مستتب، ولذلك نريد أن نحتفظ بالسلاح. السلاح إذا دعت الحاجة إليه من أسهل ما يكون أن يوزع على الناس في يوم واحد، كل واحد يستطيع يأخذ السلاح عندما يكون في أيدي أمينة. إذا دهم البلاد داهم واحتاج الناس إلى السلاح، فلن تكون هناك صعوبة أن يوزع السلاح على أهل مصرات أو أهل الزنتان أو أهل الجبل الغربي. هذه الحجة التي يستعملها الآن ذريعة غير صحيحة. أرى أنه مجرد فقط من أجل يتمسكوا بالسلاح، والتمسك بالسلاح في هذا الوقت خلافا لما يطلبه منهم المجلس الوطني الانتقالي، هذا معصية، ولا ينبغي الناس أن يفعلوا المعصية في هذا الوقت لأنها تؤدي إلى ضرر كبير بالبلد. طيب دكتور، يا ريت الأخوة سكاي يقلل الصوت شوية، مشكلة من هناك. خلينا دكتور نسألك الأخوة المشاهدين أو المشاركة فيما يخصهم، أستقبل أول اتصال. السلام عليكم. نعم. صوتك اختي بس. حاضر. نعم اسمعك، من معي؟ اسلام الحياة. اسلام هو الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله عليك. أتقدم بحرب تعز كل أهل الشهداء، وأتمنى جرحى بجميع أتمنى استغفار كل الجرحى. اللهم آمين. آمين. السلام عليكم شيخ أسامة السماوي، شيخ ثابت غرياني. عليكم السلام الله يبارك. عفوا، أنا زوجة شهيد. اللهم رحمة الله عليه، وإن شاء الله تاج على رأسك ويشفع لك في الجنة بإذن الله. إن شاء الله. شيخ ثابت غرياني، على إذا كان الشهيد ما لا لديه أمل ونعم. نعم. وقصدي يعني هذه الأمانة، يعني ما عرفوش شو من حقه عند الناس أو هيك. نعم. فشو يعني إحنا أهل سنة وبشو صرف الموضوع يعني شيء كتين عليه. هو شيء يملكه وضع عند الناس، والناس وضع عنده أشياء. شيء يملكه هو وضع عند الناس وضع أشياء. يعني هو عند بنات الناس لا تعرف. لا أنت لا. أم موجودة عندك؟ طيب إن شاء الله. إن شاء الله نجيبك على 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 شقين. وصلت. اتصال آخر. نعم. مع اتصال آخر. السلام عليكم. مختار. نعم مختار. مختار فصلتك أخي مختار. مرحبا أخي مختار. أنا معك يا أخي. أسمعك، تفضل أخي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر للثواب والكبير كله. الحمد لله، الحمد لله. معنا الشيخ صادق غريان يا أخي مختار، حييك. أخويا تحييك، كم الدور وإن شاء الله عند الله سعيكم مشكور. أمين يا أخي، أمين. أخويا بالنسبة لجمع الأسلحة والثواب. نعم. رأيي أن الأسلحة حتى ولو جمعت لو لازم تبعد عن الناس وتوقف فيهم. نعم. فيهم سواء في وسط الدفاع سواء في الداخلية سواء كذا. نعم. لأن تقع الأسلحة من الثواب وتصل إلى أيدي الدنيا، كل هذه الأسلحة تستخدم ضد الليبيين.
يتم مرة ثانية. حسنا تمام. وإحنا الأمر هذا مهم جدا لأن الأسلحة هذه الحمد لله ضموها الثوار من كتاب بطاقة. نعم. وما يجيش تسلم بطاقة جدا ويقعد الثوار بعدين يدور السلاح بس لو تطور الخاص وصل عليهم ولا حتى. إن شاء الله بعد يدور السلاح بإذن الله تعالى. حتى كأنك توجه رسالة مجلس الانتقالي أن يكون دقيقا وحاذقا عصيبا في غياب الأشخاص الذين يقومون الأسلحة. مشاركة الثوار في الداخلية اتباع في المرحلة الخامسة. واضحة رسالتك يا مختار وان شاء الله عليها شيء. بارك الله فيك يا مختار. عندك اضافة؟ شكرا يا مختار. الاتصال اخر مع اتصال اخر. محمد بوغالي. محمد بوغالي السلام عليكم. مرحبا اخي محمد. معك برنامج الاسلام الحياة الى الدكتور صادق الغريان. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي فيها نعم. الناس وضعيه كثير تجي من الاسلحه. طيب يعني حكم بيع السلاح. بيع السلاح وحتى السلاح احنا في سوق يعني ما نعم. يعني ابو شيخ بالذات يا شيخ بيع السلاح. ابشر ان شاء الله باذن الله يحل الرشيد. ان شاء الله. شكرا. نعم آخر. نعم السلام عليكم. طبعا ننبه رقم 27 340 16 36 340 16 36. نعم معي اتصال محمد. نعم السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد. إن الحمد لله مبارك أو الحمد لله ويشكر الله لك الخير الحمد لله. الله. وسلم الدكتور فارغ الغيان. نعم ما أتشف. يعني والله الحمد لله يعني نعرض الكلام والفضل لله سبحانه وتعالى وصورنا الكرام. وإن شاء الله يعني ربنا الأيام الجاية تكون فيها الخير ونتحمل شوية على الانتقالي وكل اللي نتحمل إن شاء الله ربنا يعزينا الأمور اللي خلينا بإذن الله تعالى بإذن الله. عندك يا سؤال مقترح يا محمد؟ لا حمله ونص مشقيع المجلس هذه نصيحتك. ان شاء الله. شكرا محمد بارك الله في نفسي. معي اتصال اخر. يحضرون الاخوه حيثين حتى الوقت قام رقم واحد وحيد يعني ان شاء الله ربي يسهل الحصر بالله تعالى. ام وليد. ام وليد لو رفعت. ام وليد السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. أكبر الله الحمد يا رب. أنا سامي من تقوط طاغية. يا ريت اسمعي لي من الهاتف والتلفزيون قديش شوية بس. هاي تقطع الوقت الحمد لله. أنا رحمة الله عليكم. أنا سمعت في هذه الجميع. اللهم آمين يا رب. رب العالمين. تحية لي.
معاك الشخص. والله الموضوع ما ليش علاقة بالسلاح ولا هذا. احنا قد صدق الموضوع استكينا من حب التمل لكل شيء عندنا، لكن احنا قاعدين نعانوا من هذا هالايام. حب تبقى ايش؟ حب التمل كلك يعني احنا استكينا من الرجال حب التمل. نعم. والله احنا نعانوا في مشكلة حب التمل كلك يعني. مسجد موجود. اي يعني انت تقولي في مشكله كيف بالمجلس مثلا مجلس محلي؟ لا في مجلس محلي والله. وفي الناس تعيش بينهم؟ والله كثير هي موجوده في الفرصه. خير ان شاء الله. ان شاء الله كنا في صحه في حب الناس بعض بعض. نعم نعم واحدة. تمام واضح واضح ومضمونة إن شاء الله. الدكتور يعطيك صحة، هي ليست بس هي طاهرة وربي خلصنا منها. في اتصال آخر. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم أبو أيوب. أبو أيوب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا أبو أيوب. مرحبا صديقي. مرحبا بك ومعنا الشيخ صادق عبد الرحمن الرياني. تحية ليك وللشيخ صادق، نسأل الله أن يوفقكم إن شاء الله. آمين. بارك الله فيك يا بيوم. بالله طلب أن يوجه الزوار نصيحة أن الأصل في الجهاد تابع دخول الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى. نعم. ف نعم. والزوار كل تحت اسم نية. نعم. والأمر مبنى أخرى. نعم. وبالتالي الصدق لابد دائما من تجد انشياء حسب سبحانه وتعالى يوفقنا دائما لوقت. طيب ان شاء الله. بارك الله فيكم، لكم الله خير. بارك الله. طيب خليني مع الشيخ شويه نشوف اسئله الاخوه المداخلين. دكتور قول يعني اخت زوجة شهيد ان يعني ترك امانات، زوجة ترك امانات او موجودة امانات عنده ولا تعرف اصحابها، فماذا تفعل بهذه الامانات؟ الامانات اذا امكنها ان تسأل عنها عن طريق اصدقاء زوجها، يعني دل عليها ان تفعل جهدها في هذا الامر، تستعين باصدقاء زوجها او زملاء في العمل أو الناس اللي يحتكوا به، وتسأل إذا كان تعرف أن أي منهم قد له أمانة ويعرف شخص له أمانة عند زوجها، فإذا وصلت إلى ذلك فهذا هو المطلوب، وتسلم الأشياء إلى أصحابها، وفي نهاية المطاف إذا عجزت عليها أن تتصدق بهذا المال، أو ربما تعلن هي حتى في وسائل الإعلام، ممكن إذا كان مثلا بجوارهم مسجد أو جمعية أو أي مكان يتردد عليه الناس كثيرا، تعمل تعليق تعلقه تبين أن من له شيء لدى فلان الفلاني أمانة أو شيء من هذا، إذا كان هو ربما كان يقوم ربما أحيانا بعض الناس يأخذ أشياء الناس لتصليحها وبعض يأخذها لحفظها وكذا، فتعلن عن مثل هذا الأمر، فإذا جاء أحد تنتظر مدة طويلة وتجدد الطلب هذا من حين لآخر، فإذا وصلت إلى أمر فبها، وإلا عليها أن تتصدق في نهاية المطاف بهذا المال على فقراء المسلمين. مختار يسأل دكتور يعني أو يعني يؤكد مسألة الجمع لا يكون بالبساطة أو بالسهولة التي يدعى إليه. قال لابد أن تكون هناك أناس بمكان، وهؤلاء الناس معروفون بالنزاهة والوطنية، حيث لا يقع في أيدي قد تستعمل السلاح يعني أحيانا ضد الثورة، ضد الثورة. فهو يؤكد على مسألة الثقة، حسن الاختيار في من تسلى إليه الأسلحة. هذا الشق الأول. الشق الثاني يؤكد على ضرورة مشاركة الثوار في وزارة الدفاع وزارة الداخلية، ليس هم بالضرورة يكون يعني الثوار عسكريين بدنيون،
خلال الدورة تدربوا وتعلموا، لماذا لا يكون لهم مكان في وزارة الداخلية؟ هذا أضمن بقوة الوزارة وكذلك الجيش الوطني أضمن وأقوى قوة الجيش. نعم. في ما يتعلق بالشق الأول لم يقل أحد أن السلاح يجب أن يسلم إلى من دب وهب، قلنا إما أن يسلم إلى وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع والجيش الوطني أو إلى المجلس العسكري في المدينة، لم نقترح أي جهة أخرى ثالثة يعني، فما ينبغيش أن يسلم بطبيعة الحال، لم يقل بأحد هذا، فينبغي أن يسلم عند هذه الأيدي الأمينة الوزارة أو المجلس العسكري إذا عجزت الوزارة لم تكن هنا في الوقت الحاضر وزارة تقوم بهذا الأمر. وفيما يتعلق بانضمام الثوار إلى وزارة الدفاع وزارة الداخلية، هذا أمر أيضا مطلوب ومرغب فيه، لكن هذا يعتمد كما قلنا على أن تكون الوزارة قوية ولها برنامج وتريد أن تثبت وجودها. أما أن تكون الوزارة غائبة هكذا ولا شيء، فالثوار من تلقاء أنفسهم لا أحد لمن ينضم إلى الهواء. ممكن يتفرع من هذا السؤال آخر دكتور، يعني مثلا احتواء الثوار بعد تسليم سلاحهم، هم عدد يعني لا بأس، ألا يخشى الفراغ الذي يجده ثائر بعد هذا الزخم الذي عاشه نفسه ويقاتل، ثم لا يكون هناك برامج لإحتوائهم لإعطائهم وظائف إعطائهم مرتبات، ألا يخشى خطورة أن يترك الثوار دون احتواء؟ هو من الأمور التي تعين على تسليم السلاح بسلاسة بدون أوامر الذي أقترحه أن تنشط الحركة الاقتصادية في البلد، يعني الحركة الاقتصادية لازال غايبة، كثير من المحلات لازال قافلة، كثير من الناس لم تصلهم مرتباتهم إلى الآن من شهور طويلة، الأمر عجيب يعني، الناس كلها تسير في أمورها بالجهود الذاتية، يعني المفروض في وزارة المالية الآن أين هي؟ نسبة كبيرة من الثوار لم تصل مرتباتهم، نسبة كبيرة من الناس لم تصل مرتباتهم، فضخ السيولة في السوق، تحريك العجلة الاقتصادية بالمرتبات وبوجود الحركة الاقتصادية في التجارة وفي الحرف وفي المهن، هذا كله يجعل كثير من السلاح يلتحقون بأعمالهم، لأن نسبة كبيرة منهم ليسوا أساسا لا علاقة لهم بالجيش ولا كذا، وإنهم إما أعمال حرة إما تجار إما موظفون إما كذا، فعندما تزدهر الحالة الاقتصادية وتتحرك العجلة كثير منهم سيذهب يرجع إلى عمله الأصلي ويلقي بالسلاح من تلقاء نفسه، ومن بقي منهم لا عمل له اللي هو من العاطلين، هذا ينبغي أن يوضع له برنامج لابد أن يجرى عليه مرتب حتى نظير جهوده التي قام بها، وقد وعد المجلس الوطني الانتقالي والحكومة التنفيذية وعدت بأن تعطي مرتبات للثوار، لكن بعض الثوار ربما استلم وبعضهم لم يستلم بعد، فكل هذا يرجعنا إلى النقطة الأساسية أن يكون هناك وزير حاضر يريد له برنامج ويبدأ في تطبيقه. إذا نحن نحتاج الوزير الكفر القوي الذي يعيش الحق ويفعل المرحلة التي تمر بها البلاد. محمد غالي يتكلم دكتور عن البعض يحتاج بالسلاح، لا زالت يعني الحالات كل أنها ظاهرة فيما أحسب فيما أعلم، فيسر عن يعني حكم بيع السلاح ونصيحة لهؤلاء الذين أزالوا يعيشون في هذا الجو يحصلون على السلاح ويبيعونه. بيع السلاح في الوقت الحاضر من أكبر الجرائم الشرعية والقانونية، الذي يبيع السلاح ويأكل ثمنه ويأكل حراما ويأكل سحتا، وبالإضافة إلى ماله الحرام لو الذي اشترى السلاح قتل به أحدا بريئا فإن الذي باع السلاح يكون مشاركا في القتل، فيكون قاتلا الذي يبيع السلاح في الوقت الحالي في وقت الأزمات ووقت الفتن، الذي يبيع السلاح هو حكمه حكم القاتل، ولذلك حرم الشرع بيع السلاح بإجماع المسلمين في مثل هذه الأحوال، بالإضافة إلى أنه يبيع شيئا لا يملكه، يعني كأنه سارق، مثل واحد يسطو على بيت ويسرق منه متاع ثم يبيعه، فهو يأكل حراما ويعين على القتل، هذا أرجو أن يتوقف ولا يفعل هذا إنسان ثائر ولا إنسان شريف ولا إنسان حر،
وإنما يفعله إنسان لا ذمة له ولا أخلاق له ولا دين له ولا يبالي بما يفعل، لا يفعل هذا المسلم في الوقت الحاضر. إذا هو يبيع يملك وإن سبب بقتل فيعتبر قاتل والمكاشف للقتل قاتل يا دكتور. نعم. نعم. طيب دكتور أكيد نصيحة يعني في ظاهرة هي قالت بما الأجواء التي حولها حب التملك أنا وروح الثانية الأحياء التي تبقى بين الناس، فتوجه نصيحة أن يتراحم الناس ويحب بعضهم بعضا، يظهر الود فيما بينهم ويخرج من الفرعونية الطائفية وليكونوا عبادة إخوان، لتشعر أن حسب قالت أن في نوع من الأنانية وهي سبب المشاكل أحيانا في عدم التقاء في هذا النظر. هو مسألة حب التملك هذا أمر فطري غريزي في البشر، لكن يكون ضارا إذا حصل فيه التجاوز، الإنسان يريد أن يسطو على حق غيره، إذا تمسك بحقه فقط وأنصف الناس وأعطاهم حقوقهم فلا حرج في إنسان يحب أن يتملك ما له، لكن أن يحب أن يتملك ما عند الغير فهذا من السطو، وهذا يعد من الغصب ومن التعدي، ليس هذا فقط في الأشياء المادية بل أحيانا حتى في الأشياء المعنوية والأشياء الفكرية والأشياء الإجرائية بين الناس. مثلا عندما يسير الإنسان في الطريق ويبقى الدور لي ويأتي شخص آخر ويلف ويأتي أمامه ويخترق الطريق أو يخترق الطابور، هذا تعدي، هذا مثل الغصب، كمان الغصب والتعدي على الأشياء المادية ممنوع، التعدي أيضا على الحقوق المعنوية ممنوع، لأن الحقوق المعنوية هي مثل الحقوق المادية الآن في الوقت في العصر الحاضر، فلا يجوز للمسلم أن يتجاوز حقه وأن يتجاوز حده، وهذا هو الذي يؤدي بالمجتمعات المتخلفة إلى الفوضى وإلى الضغائن وإلى الكراهية، وأن تنمو الأنانية كما قالت هذه السيدة. عندما يقف كل إنسان في حقه ويقف على حقه ولا يتجاوزه يبقى الناس تحترم بعضها، وكل إنسان يجد عنده في نفسه من الصبر من الوصول إلى حقه ما لا يحمله على الغيظ وعلى الكراهية للآخرين، وتسير الحياة كلها تسير بسلاسة، ويسير الناس تصل إليهم أمورهم ولا يكونون في قلق ولا في ضجر ولا في منافسة ولا في صراعات. فالمسائل هي كلها كل إنسان يجب أو ينبغي له أن يقف عند حقه وعند حده، فإذا تجاوزه سواء كان في الأمور المعنوية أو في الأمور الحسية فيسمى غاصبا ويسمى متعدد ويسمى ظالما، ومن يتعدى حدود الله ويتعدى شرع الله فهو ظالم، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. كلمة الظلم معناها كل من يتجاوز حده ويطغى ويأخذ حقوق الآخرين فهو ظالم لهم، والظالم يعني إذا لم يتب ولم يعفي صاحب الحق من حقه فيبقى دائما صاحبه يطالب به يوم القيامة إلى أن يقتص منه بحسناته أو سيئاته. جزاكم الله خير. دكتور لدي سؤالان على عجل، كأحكام فقهية أحسبها يعني مهمة، بعض المواطنين من فقد ذويهم فوجدوا أشداء لذويهم عثر عليها كيد أو رجل وتعرف عليها، الحكم الشرعي هذا العضو الذي وجدوه هل يغسل يصلى عليه يدفن، ما هو توجيه الشريعة في هذه الحالة؟ هو أولا أريد أن أوجه دعوة إلى الناس جميعا، المقابر الجماعية اللي هي حديثة العهد في معارك الأخيرة مثل معارك سرت أو بن وليد أو حتى في طرابلس إذا كانت هناك يعني مقابر جماعية حديثة، بمعنى الأجساد المدفونة فيها ما زالت يعني متكاملة ولم تتقطع وما تزال جثث كاملة، فهذه المطلوب من المسلمين أن يصلوا عليها في مقبرتها في هذه المقبرة الجماعية.
بحيث يسقط عنهم الطلب الكفائي، لأن المسلمين مطالبون فرضا كفائيا لابد أن يصلوا على موتاهم، وهذا الظالم الفاجر دفن هؤلاء الناس بصور وحشية في أكياس ورماهم أو رمى عليهم التراب، لم يصلي عليهم ولم يغسلهم ولا يلتفت إليهم ولا يعمل هذا مسلم أبدا. فالناس عليهم الآن المقابر اللي حديثة العهد عليهم أن يصلوا عليها على المقبرة، يأتي جماعة وإمام المسجد أو جماعة ويصلي على المقبرة بحيث يسقط الفرض الكفائي عليه. أما الأشلاء التي تقطعت وتبعثرت فهذه لو لم يصل عليها، هناك من يرى من أهل العلم من لا يجب الصلاة عليها مثل علماء المالكية يرون أنه لا يصلى إلا إذا كان أكثر جسم الميت موجود، جله موجود، لأن الشرع أمر بالصلاة على الميت وجزء الميت لا يسمى ميتا، فلا يصلى عليه ويبقى ويدفن والناس في عفو من ذلك. ومن أهل العلم من يرى أنه يصلى حتى على الجزء الصغير، ويرون أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى على رجل، وأن أبا أيوب الأنصاري صلى على رؤوس متقطعة، فمن أراد أن يصلي عليها فهناك من أهل العلم من يجوز الصلاة عليها ويدفنها ويغسلها ويدفنها، وإن أراد أن لا يصلي عليها فهناك من أهل العلم وهم علماء المالكية وعلماء الأحناف يرون أنه لا يصلى إلا على ميت كامل أو على جل ميت، أما على جزء الميت فلا يصلى عليه، لأنه لا يصلى على رجل، لو قطعت رجل من إنسان حي فهل يصلي إنسان عليها؟ قال لا يصلى عليها بالاتفاق، وإذلك لا يصلى إلا على الميت أو على جل ميت. وإذا عثر على قطعة أخرى بعد ذلك وصلي على الأولى فله أن يصلي عليه إذا أراد، ويدفنها إلى جنب الأولى أو يدفنها في نفس القبر، ولكن لا يعري على الجزء السابق بل يدفنها في جزء في جنب منها. جزاكم الله خير. سبابك المقام جمعية هل تبقى على ما هي دكتور ويصلى عليها أم تخرج ويصلى عليها جماعة؟ هي إذا كان الناس تعرفوا عليها وأرادوا أن يدفنوا كل شخص في قبر، إذا كانت هي لا تزال الجثث متصلة يخرجوها ويصلوا عليها جماعة، يصلوا عليها جماعة ويدفنوها كل واحد في قبر، هيك هذا الأولى وهذا هو الأحسن. لكن نرى ما نشاهده أن هناك نوع من التهاون في المسألة، وهناك مقابر اكتشفت من أسابيع والحال هو الحال، بحجج أن لجان دولية ما عرف شيء التعرف على الأيدنتي ومش عارف الأيدنتي ومش عارف إيه، فهذا يطيل الأمر ويطيل المدة ويجعل الجثث تتحلل ولا يمكن تداركها. فنظر لذلك إذا كان ما يمكنش الآن استخراجها ودفن كل واحد في مقبرة، على من يصلوا عليها في المقبرة الجمعية صلاة واحدة. السؤال الأخير دكتور، يعني من خلال يعني حالك معي مسألة التعمد في الأخطاء، يعني بعض الناس عندهم مشكلة التعميم في الخطأ، يعني مثلا لو أن المنطقة الفلانية يعني خلينا نكون صريح أكثر، يعني مسلم أقبل فيها بعض يعني يوالون النظام عدد قليل جدا لا يذكر، تبيع مال وتفتح قواها وردته يعني غيظهم ومؤامراتهم، لكن بعض الناس من الليبيين او من الثوار احيانا يعمم فيقول اهل المسلمين كلهم مثلا مع النظام، المسلمين كلهم مع القذافي، وكثير منهم فيما احسن يعني مع الثوره. فالمساله التعميم هذه ان كل شخص من المسلمين معناها هو مع النظام، اصبح يتاذى كثير من هذه النظره، حتى ان امراه حدث لها موقف انها كانت تركب التاكسي لما قال لها انت مسلمه مش يوصلها، فهذا ولد عند كثير منهم نوع من الحساسيه ونوع من التال، وهم براء ممن فعلوا تلك الفعلة في جمعة التي حاول أن يخرج فيها الثورة. لو في كلمة في الاعتدال النظرة في مسألة التعميم خطأ، نصيحة الناس كيف يتعاملون على مثل هذه حالات لو حدث ما خلل. تفضل دكتور. هذا ليس من شريعة الإسلام، هذا من شريعة الجاهلية، أن يؤخذ الجار بجرم الجاري. يعني إذا كان مثلا قرية ولا منطقة فيها واحد ولا اثنين ولا حتى ألف
لا يجوز أن نقول هذه القرية وهذه المنطقة كلهم ظلمة ولا كلهم، إذا كان في مثلا 10 سارقين وإلا شاربي خمر وإلا مفسدين، أقول أهل هذه المنطقة كلهم مفسدون ولا كلهم سراق ولا، هذا لا يجوز، هذه ليست في شريعة المسلمين. الله تبارك وتعالى يبين لنا ويقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ويقول كل نفس بما كسبت رهينة، ويقول ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وكل آتيه يوم القيامة فردا. الله عز وجل لما يحشر الخلائق، هل يحشر جماعة مسلم كلهم في مكان واحد يقول لهم أنتم كلكم فعلتوا منطقة كذا، يأتي كل واحد فرد يسأله عن عمله هو فقط، لا يسأله عن أمه ولا عن أبيه ولا عن أخيه ولا عن جاره ولا عن أحد غيره، ليس للإنسان إلا عمله هو الذي يحكم عليه إن صالحا وإن طالحا. ولذلك هذه الدعوة وهذا التعميم هذا غير جائز، وهذا ظلم، وهذا يؤجج الكراهية بين الناس ويحدث بينهم حواجز وخصومات وتتعمق مع مرور الزمن، وهذا هو الذي يعني أدى ما أدى إلى القبلية البغيضة في وقت ماضي. صار الناس ينتمون إلى القبيلة سواء كانت صالحة ولا طالحة، مفسدة ولا كذا، ينصر القبيلة على نمط قول المعنى قول الناس في الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما، سواء كان ظالم ولا مظلوم هو معه. الإسلام حدد هذا وبينه وفصله وقال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه كيف هذا إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما، قال تأخذ على يديه وتمنعه من الظلم، فذلك هو نصره. فلذلك كل واحد لابد أن يعامل بحسب عمله. النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبو لهب مشرك كافر، فهل يضره ذلك؟ هو سيد الخلق، ليس المسألة هي بالقرابة ولا بالجيرة ولا بالقبيلة ولا بالمنطقة ولا بالناحية، نريد أن ننتزع هذه المعاني الجاهلية من نفوسنا. لا ينبغي الانتماء والتعصب إلى الجهة ولا إلى القبيلة، ولا القبيلة والجهة هي الانتساب لها فقط هي لحمة اجتماعية فقط تربطك، لا يكون لها أي تأثير في حياتك، لا تأثير سلبي ولا إيجابي، كل من يسيء يسيء إلى نفسه ومن يحسن يحسن إلى نفسه. دكتور وقت البرنامج انتهى، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر في نفس الموعد لله تعالى الجمعة الساعة 9 بإذن الله، استمر في هذا البرنامج ونستفيد منكم وما فتح الله عليكم به. جزاك الله خير أستاذ عبد الرحمن القيادة على هذه الإبادة، بارك الله فيكم. هكذا في بساطة هذه الحلقة، حتى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى في برنامجكم الإسلام والحياة. أسامة الصلابي أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت تعبان لا يكاد يسمع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. الصوت صعب شوية، ما هوش واضح. الله الآن واضح، الآن واضح، لكن هذه المشاهدين يعني اللي استطاعوا يسمعوا جيد ولا لا؟ لا ممتاز صوتك كيف؟ لا هو صوت دكتور أسامة لما جينا احنا، وفي صوت الهواء علي هلبا. طيب انت يا سهيل تحتاجوا تعطي للشيخ، كنت عندنا هدفونات سماعات الأذن. لا والله لما كنا معروفش، لكن لما كنا مع ليبيا الحرارة كان كويس يعني. والله احنا توجه مشكلة، احنا شفنا اللي عند الفيدباك فبنصلحها الأسبوع الجاي. عندنا في سؤال في واحد متصل الآن، المهم جدا بخصوص الحج يا الشيخ. أيوه ناخذ منه السؤال بسرعة. نعم هو الآن مش على الهواء، مش على الهواء احنا. ايه نعم. طيب تفضل. يلا دقيقة بس خلنا نتصل بس.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخ حسين بالله اسال اسالك. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بارك الله ربي يحفظك. طبعا انا المشرفين المفتوحين الان كثيرين يا شيخ حسين. نحن نعرف ان المشاهد الليبيين كانوا اليوم الثاني يتوجهون الى عرفه. هل هذا من الشرع يا شيخ او تجول هذا؟ يوم 8 يعني توجه الحجاج يوم 8 ذي الحجه الى عرفه بدل منى يعني. هذا مخالف للسنه، سنه النبي صلى الله عليه وسلم يوم الترويه يوم 8 يخرج الى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم 9 ثم بعد ذلك يخرج الى عرفات. هذه السنه. وينبغي الحجاج أن يحرصوا عليها، لأنه في السابق الحجاج الليبيون كانوا يعني لا يفعلون هذه السنة. دون سائر الحجاج أو دون معظم الحجاج يخرجون إلى عرفات من اليوم الثامن ويتخلفون عن السنة. فنرجو أن يتداركوا هذا الأمر الآن في الحج لهذا العام. ينبغي عليهم أن يتداركوا هذه السنة وأن يحرصوا على أن يكونوا في اليوم الثامن في ميناء، ثم ينتقلون الى عرفات في اليوم 9 اذا امكنهم ذلك، وهذا خير لهم وافضل. ما فهمت. الصوت غير واضح يا اخي، الصوت غير واضح. صوت ضعيف. الصوت لا يصل. الصوت ضعيف يا أخي. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا الشيخ، معك محمد طالب. أنا اللي عندي حنعطي السائل نعطيه زهيد ويسألوا له بالكتابة جاوبوا عليه إن شاء الله تعالى. طيب هذا ما يليق بحجة الحج إن شاء الله تعالى. طيب الله يحفظك إن شاء الله تعالى، بارك الله فيكم إن شاء الله. حتى لو تبي تعطيه إيميل يعني بعث لك إيميل، أعطيه إيميل مثلا يبعثها مكتوبة سوسوين. ماشي، انا هذا بعت لها الايميل بتاعك ترى تعالى سوي. باي طيب، حاضر ان شاء الله. الله يحفظك، الله يبارك فيك ان شاء الله. في امان الله. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.